راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. توا باش نحكيو على ائتلاف قادرون اللي دعا في ندوة صحفية حكومة الشاهد إلى الاستقالة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة تضمن مناخ شفاف في الانتخابات القادمة. أكثر تفاصيل باش نحكيو على الدعوة هذه مع سي رفيق بوجدارية مؤسس ائتلاف قادرون. صباح الخيرات وكل عام وانتي حي بخير سي رفيق. نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله رمضان مبروك على التوانسة الكل. مرحبا سيدي. وانتم ما كنتوا تعديوا في غنية نتاع حزب اللطيف، ربي ان شاء الله يلطف بينا الكل ويلطف ببلادنا. اي ان شاء الله الرمضان في ظروف طيبة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعيشك. شكرا. فوالا دونك باش نحكي معاك على الدعوة الاخرانية اللي قمتوا بها لرئاسة الحكومة، شنية اسبابها، علاش تقوم بالضبط، شنو اللي خليكم انتم كائتلاف قادرون تقوموا بالدعوة هذه؟ شكرا. أنا مانيش المؤسس الوحيد، أنا ضمن فريق كان هو وراء ائتلاف قادرون اللي هو ائتلاف مواطني ومدني وسياسي. بالنسبة لما تفضلت به سيادتك من تقديم وتوى فيما يخص موضوع الندوة الصحفية، شوف احنا بلادنا تعيش مشاكل كبيرة، والتوصيف ما نشنا مش نضيعوا فيه برشا وقت لأنه ما يختلفوش فيه اثنين. اليوم عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا معناها تجاذبات سياسية قوية، عندنا وضع اجتماعي مشحون، وإطار هالإطار هذا العام مش تصير فيه الانتخابات المهمة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كشعب لأنه مش نحدو اختياراتنا، وبالنسبة لنا كبلاد لأنه مش نقوي ونكونسوليدي المسار الديمقراطي متاعنا، مش ننتخبوا برلمان تونسي جديد ومش ننتخبوا رئيس الجمهورية بعد 6 أشهر. تو كان تسمح بعد نرجع للتفصيل الوقت يسمح بهذا، ولكن احنا نراو كونه كمدخل للتجاوب ولا التفاعل معه، كونه هل الأوضاع المشحونة اللي ذكرتها ما تسمحش بانتخابات كما نحبها. هذه النقطة الأولى. تحب توا نحكيه بال يعني بالارجومنتير يعني متاعنا بالتفصيل، اتفضل. على مستوى الجو الاجتماعي في البلاد ثم احتجاجات كبيرة. نعم الاحتجاجات هذه تمس القطاعات الكل. تشوف على اللي صار في قطاع النقل، قطاع النقل الحديدي، قطاع النقل الواجهات والتاكسيات، قطاع النقل نتاع الجوي. تشوف شركة النقل الوطني كيفاش معناها اضرابات ولا حتى اضرابات عشوائيه. هاك تشوف الازمه وانعكاسات الازمه نتاع زياده في المحروقات. تشوف التحركات الاحتجاجيه نتاع الفلاحين. تشوف ما صار في القطاع الصحي من الوليدات اللي ربي يرحمهم، أزمة الدواء اللي توا بدأت تترقع ولكن ما زال فما دوايات كذا. ما صار في نقل العاملات الفلاحيات هذا على مستوى الاجتماعي، على مستوى لكن سي رفيق هذه مش حكاية جديدة. لا هاوجيك نعرف اللي مش حكاية جديدة، ولكن الشيء هذا الإنسان يراه، كل ملاحظ يراه بقدامه شيء ماشي ويزيد، الشيء ماشي يزيد. شوفوا توا احنا عدينا 3 أيام اللي بلاش محروقات في تونس، معناها شيء عمره ما صار علينا. ما هو هذا واقع، معناها ناس اشوارها وخدمها وزعمها وشركاتها وقراية اولادها واللي مش يمشي للسبيطار، هذا الكل شيء ما صارش. يعني ولات اليوم الاحتجاجات طلعت الى درجة كبيرة على مستوى سياسي، على مستوى سياسي مش حاجة جديدة، ثم حوايج جدد. اليوم تذكير نسمة مثلا، تذكير نسمة بقاطع نظر على العلاقة اللي تربط نسمة بالهيكا، ما ندخلش في التفصيل، تذكير بالحشد الأمني هذاك وسيلة إعلام شنو معناه؟ اليوم التقرير نتاع هيئة ولا هيئة محاسبات ولا محكمة محاسبات اللي يخص التمويل نتاع الحملات الانتخابية كيف اليوم، هل أنه الحكومة حركت شوية؟ خلي قال الراجل يطمئن قلبي، قال الملف على مستوى العدالة نتاع الجهاز الخاص ولا الجهاز السري، خلينا كي مش ندخلوا أحزاب مع بعضنا، نعرف اللي كنا أحزاب معناها ما عندنا حد شيء. اليوم النداء أصبح 3 نداء اسمه حزب تحيا تونس عمل
المؤتمر نتاعو في فصلين، العلاقه المتوتره بين رئيس الحكومه والبرلمان شفناها في الوقت اليوم، شفنا كيفاش النخبه تو ثم بلاد معناها تتعامل النخبه نتاعها اللي هما الاساتذه الجامعيين اللي قايمين التحرك الاجتماعي واللي هما وراو كانوا مش اقليه، يعني من غير ما ندخل في التفاصيل النقبيه ولو انه التعدديه النقبيه في بلادنا هي معناها واقع، ولكن هل انه نخليه نخبه تونسيه هكاك معناها الشهاري نتاعها مقصوصه لانهم قاموا بالتحرك، والأزمة بتاع التعليم الثانوي عشناها سنين عام كيفاش، يعني هذا الكل يخلي شنو اللي يخلي جوز نتائج، يخلي كونه النتيجة الأولى هي التماسك الاجتماعي والسلم الاجتماعي في بلادنا، خاصة في ستة شهور معاش في سنة انتخابية، ستة شهور انتخابية ولات مهزوزة، هذا واقع ما فيش حتى كلام باهي سي رفيق. حاجة ثانية اليوم الحكومة، وهذا نقوله لأرواحنا بكل صدق وبكل، الحكومة اللي هي اليوم ولات طرف من خلال الحزب اللي تشكل نهار الجمعة اللي فاتت، ولو أنه هو مشكل عنده مديدة، ولات طرف في التجاذبات السياسية. احنا نقوله بكل معقولية وبكل هدوء ومن غير ما نحبه ندخله هولة في البلاد، راهو هذا ينجم يأثر على المسار الانتخابي. وشنو طلبنا في الأخير؟ طلبنا من الحكومة ومن رئيس الحكومة باش يتحمل مسؤوليته قدام التوانسة، وباش يحاول يهدي الجو شوية، وراه كونه تهدية الجو تمر عبر حكومة جديدة، حكومة كفاءات، استقالة الحكومة، لا قلناش إقالة قلنا استقالة، هو معناها قال العربي معناها المثل يكرم لحيته بيدو استقالة لتهدئة الأجواء لمصلحة تونس. احنا اذا كان الكل سي رفيق مش سبق وعملنا حكومة كفاءات في وقت معين زاد وما نجحتش في موضوع كما ذي، خاصة نحن توا على بواب انتخابات سي رفيق، معناها يقول قايل في الأشهر لما زالوا في عوض ما نحاولوا نكملوا اللي لازم يتكمل، وإلا نحاولوا الوقت اللي باش ياخذنا فيه في تعيين وزراء جدد وإلا كفاءات جدد على رأس الوزارات باش ياخذنا وقت أكثر من اللي أنا عارف جايين للانتخابات. احنا في كل حالات معناها إني لنا نقول كان من الأجدر عام 2014 لا معناها هذه وجهة نظر، هذا الواقع مش وجهة نظر. راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.